يا دازي شبيك ما تجاوبش؟ انت يزي من الكلام ما كانش تو تدوخ. لا 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 مش هكذا مش هكذا. ها المكفرين وترتاح ما كانش نعملوا بزريقة. توا نحاول باش تقعد. تحب نقعد بيك الفرش شوية؟ يا دكتور ربي يقول لي عايش. نعم نعم. شنو يا دازي؟ ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس. انتوما جيتوا في حالة غيبوبة. توا يلزمكم الراحة. رجل له فيك يا دكتور. ما هواش دكتور. هذاك فرملي. ارقد ارقد توا. وخلي لحظك يرتاح. صحيت يلا. ما قصرتش. حل الباب خلينا نخرج البرونكار. لازم هكا تنتلي قدام المرضى. ايه على خاطرك غزلتني. مش مره مش اثنين كيف يبدا واحد غلط فيك ويقول لك يا دكتور انت تدزها زعما طبيب وتبدا تقدم في النصائح. فيق فيق على روحك. وش بيه عاد انا عندي 25 سنه اقدميه ونعرف خير من باش طبيب. اما ماكش طبيب. انا راني نقول لهم ما نحبش نشد الكارد مع واحده كيف. اي 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 يا دازي دازي شبيك ما تتكلمش. شال لسانك ما تقصش. لا تفع لي. ما تخافش ما تخافش. اسكت اسكت. حد شيء يا رب. لبس لبس علي جاي وش مالعك. تخافش علي جاي علي جاي. صبا. علي جاي صبا. ما تتحدى. علي قاعد ما قربت. زعما يلزم زريق اخرى. امشي للطبيبه تو يقول لك. انا فرملي. بنتكم سيئة ماتت وانتي زايرة وينك؟ مدت كيفي ولا ليه؟ زايرة الحمد لله ما زلت حي. مش فيك تتكلم هكا. سنيك تكسروا. ان شاء الله ما تموتش زايرة. ما يصيرش تقعد بلا سنين. دازي يا دازي. زايرة ابو لمو. يا ولي تتكلم. اي نزل بيتكسرت. وانا زيدة عندي فسمة على راسي وقعدت لي عين واحدة. انتي سبب في الاكسيدان. انتي من قبل ما تحبنيش وتوا وليت
اليوم تعمل لي فزر. زهيرة شبيك تعمل هكا؟ عملت لك شيء مش كنت تكلم. مين شكون هذا؟ وراس الشريفة لا تخاف، ما ثم كان الخير. وهو قالوا الراجل قال لباس. منين لباس؟ قال لك مدقدقي شك في خزمة. لا أعلم بعدش باش يصير لهم. أوه شريفة سبق الخير، وخيك صغير يتفجعشي. أنا أخويا سي منصور هاك العام مناثر ونيقص، حاشيكم يدعثر في الدروج يهبط يتكركب من التقهيضة حتيل برتمين الله لطيفة. وش باش نحكي لك وش باش نقول لك مساكن صار فيه؟ يا وخيتي تكسروا له زوز ضلوع وتحت له سنه ويده تفصعت، اللي يقول لك قعدت معلقه في رقبته كون شي شهر ولا اكثر. يا لطيف اللطف سي منصور راسه راس محايل مسيكن. شيف شيف نمشي قول مريم على زهير وديزي. وين تمشي؟ ماضي ساعه من نص الليل تو. هو بالمنجد تو تقولك شبيها ما خبرتنيش. عمتي ما عندهاش تليفون. مرتضى هاي قوم معي نمشي مريم. وين ماشي لمجد انتي؟ توا في عوض تريض الناس وتصبرهم، تسمع في كلام مرتضى باش تضربها لطرف الدنيا. وشنيا هالاخبار اللي باش تهبطوا على العبيد عقب الليل؟ واه لمجد ما تخافشي. باهي يزي بلا تهثرين، الناس تقول كلمتين وتتشدي ما تسيبي. بالمنجد سي لمجد انا رايي نستناو شويه، وانا قلبي يقول لي بقدر ربي لاباس، ودون هذا وكله نابل مش بعيده وعدك بهم جاء. ريتشي لطيف بربي كلامي معقول ولا ليه؟ امينه كلامي شوك ما يعجبش. ربي سمعكم الخير. شريفه كان تحتاجوا شيئا يحذاكم في كل وقت تبطبوا نخرج لكم. بارك الله فيك لمجد، تصبح على خير. تصبحوا تربحوا. تصبح على خير. ولا باش نقعدك حدي. ربي يسمعك الخير يا شريفه. بربي كي تجي الا زينب قولي. هاي تصبح على خير. تصبح على خير وعلى خير. بارك الله فيك. بنتي 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 زهير ويني بنتي ويني؟ يلدز يا بنيتي يا مي بسم الله على بنيتي. شوف اش قبضوها ماما. هوني يا ماما. بسم الله على بنتي بسم الله عليك يا مي بسم الله عليك. سيبي وعيني يا ماما. بسم الله على بنيتي. هكي بنيتي هكي بنيتي. مش قلت لك الخرجه في الليل لها؟ اصبر عليا انت، مش وقت الكليان توا. شبيها عينك مي ما شبيها؟ هذيك الكل هجراير ولد سرة. اوه يا ربي يا ربي وعيني وراسي. عملت عملتك في الشباب؟ خطيني خطيني. تحبك تقولي بنتي؟ شكون قال لك مسك راه في الناس؟ ولا سوق؟ قل بوك يشري الكهرباء. هي خفتك وسايبة الطفل. شوفوا يا بابا شوف ينشد علي هنا لاهي بزهيرة. أنا فتيت فتيت من بالي فتيت. لو كانت خطاك من أهل الخلط وتسمع كلامي. أما أنا نعرف شو عملك اللي من فيك البر في الخارج. يخسر فيا يخسر فيا والله العظيم لو كان فيني إلا ما نحس صغيرة معايا. أيه أوه بيبتي ولدي ولدي يا سيراني إيش جرى فيه؟ لاباس ماني قلت لك لاباس والله لاباس. بقى يلزمهم يقعدوا شوية تحت مراقبة، هذيك هي الحكاية. لا حول ولا قوة إلا بالله. اي تفضل زهير. زهير لطف عليك لطف عليك يا بابا. شنو احوالك؟ لاباس لاباس. شنو اللي وجع فيك؟ كل اللي نوجع يا بابا. بسم الله بسم الله على ولدي. وطفله يلده زين. هاني هوني يا طوطو. شنو هو اللي ولدت بديع؟ ربي يقدر الخير.
شاء الله اللي يعطينا باللطف. الحمد لله. حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله لاباس لبديعة. هي عايشك. كنت رايي عمتي تقلبت بينا الكهرباء كما في السينما. سكر فمك! ما خلفك! كيما في السينما. كله من طيرة والكلب. ولا إلا المخلوق المسكين اللي قالوا لي نرطوه. شحال تعمل؟ شد الثنية على روحك. يطلع الواحد عارف محارمة يدخل فيه. شكون اللي عارف محارمة؟ يا جماعة راكم كثرتوا من الحس. فما مرضى يحبوا يرتاحوا. فاش قام هالكلام عبد العظيم؟ اسكت عليا انت من فضلك، اسكت عليا. انا شو جايبوا لي ولدك هذا سي زهير؟ هزت لي بنتي القاع الوقيع في عقبة الليالي. علاش مش بنتك هي اللي هزت لي ولدي؟ في بالك بها بنيتك تعيش ولا تريح؟ اسكت عليا زينب عايش اختي. ما اخوك وتعرف والله غالب. شو معناها اسكت عليا؟ مهبول انا. كل هالشراير من صارت نعم خلق حلوه ولا ملا تربيه ملا اخلاق. انت ما عندكش حق تتكلم على التربيه والاخلاق على خاطر ما عندكش اخلاق وماكش متربي. تكلمت انت سي شمنكا فيك فم وتتكلم. انا قاعد نشوف في نتائج التربيه نتاعك. ما تجاوبوش. اش معناها نسكتوا خليه هين بشوية يعرفوا صوات ولادكم شاتحين قدامكم ودمايتهم شردله. تبارك الله عليكم. يا جماعه انا مضطر تو باش نعمل اداره المستشفى من ايش التشويش. يا سيد يا سيد من فضلك نجمش نقل بنتي بيت اخرى. علاش الغصبه هذه؟ اما خير ولا ملوحه في الكلوار؟ ها؟ اي نعم لخاطر الا ثم برشا حوادث اضطرينا باش نخلطوهم نساو رجال مع بعضهم. لا غير وما طولش. ها سمعت زهيرة يحبوا يفرقونا جميع نحب نموت هوني محل زهيرة. اسكت يا بنيتي الناس مرضى رجعت لهم رؤوسهم. هكا يا زينب هكا علاش بربي؟ اسمع يا سرافي ما طولوش في المسألة اللي يقصير. هكا شفت بعينك الطفل والطفل يحبوا بعضهم وحرام نفرقوا بيناتهم لازم نعرسوا لهم. لا يا اللي بديع سلوكهم ما يدلش على النضج. كيفاش نعرسوك؟ علاش بنتي ما تاخذش ودك سرابي؟ انا راني نقدرك. حتى انا نحترمك اللي بديع وما عندي حتى شيء ضد بنتك. اما ما نسبش وبش كيما راجل. شو شمان؟ انا وبش يا سرابي شمكة يا مشكشكة يا فارس يا متاع الكفار. تقولوا فارس جينا ساسيو ما تحشمش. انا فارس ما مانيش سافل وخير خليني ساكت وخنارك الكل نعرف فمش فايده في الكلام. وانا سيدي هنقولك ولدك سي زهير باش ياخذ بنتي يودس تحب والا تكره وكلب جيفه هذا رقد. توا نشوفه. شويت بابا موي هاي هاي القهوة بربي يا شان امشي قيمة هالمجن خلتوا دندز. اه ثنا حتى انت ما يمرقت تصف باكل عكاكيز وقالت للسبتي هاي وين هيا في القويل زيدة قالت لها هزني ناكل الجيلات في المرس. شيحت لي ريقي الله يشيح ريقها. وين تلفة تلب البرة حتى سبس ما هديش خلال عزاية تتفرق واسي انت عندها اكثر من شهر وكراحه في الجبير. والله مسخفتني بنيتي حتى من عقل لعقل. راك ربي قايد في العفيرت. من هو هذا ثانا؟ اه
السلام عليكم. وعليكم السلام. سي عبد العظيم موجودة؟ لا مازال ما روحش. أحسن. شكون شهلة؟ أكل بغداد. دخلوا دخلوا. السلام عليكم. مسيك بالخيرات. سامحني يا لبديعة غبت عليك ياسر، أما بالله العظيم في بالله الكريم توحشتك. الله يوريك ما يوحشك. تفضل شهلة. نعم. امشي جيب له قهوة. لا لا يا لبديعة يعيشك، القهوة اللي تعملي جاي أحسن. وينك بغدادي وين؟ ما سمعتش بالحادث متاع يلدزة؟ الناس الكل فزعوا. أنا ما كنتش هوني، كنت في البلاد. البارح برك سمعت في الليل، دوما سمعت هني جيت نجري. شنحوالها توا؟ الحمد لله. جرى فيها هي وزهير ولد الراضي. قضى ربي ولطف. غرز في راسها وساقها في الجبيرة، أما إن شاء الله الجمعة هذه تنحيها. الله الله الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يلا بديعة ما تصورش قدش تأثرت كي سمعت. يندس في مقام بنتي ربي يحرسها، وإن شاء الله تفرح بها. عايشك. استلطفش العبد العظيم؟ تو نستلطف له كي نشوفه. عبد العظيم بعد الماء والملح والعشره ولا بارد من جهتي. ممكن واحد من اولاد الحلال عمل يمينه معاه. انت تعرف معزتك ومعزته عندي انا على مورد الله. ممكن انا بلغت في الاخلاص والتودد. وين يولد استوى؟ خرجت. يا لطيف يا لطيف، ساعه جبت لها هديه. سامحني. ترى محليه هذه ختمه قران كريم مخطوط. جبت هديه لبنتي يلدز ونحبها تخرجوا في زيزها، وان شاء الله مبروك عليها. يعيشك يا بغدادي، الله يبارك فيك. العفو. اشاره اشاره. الشرطة قالوا تحقق نوطة. عاونونا بشوية سكت حتى نعرف شنو الحكاية. محسوب أنت ماكش فاهم الحكاية. أما إحنا عاونها المخلية هذي حتى حد ما حب يفهمنا. توا تجي الشرطة وتفهمنا. واه فهمنا إحنا. فهمك أنت سي الكونطابل اللي منك للكاسة. أنت نعرفك شطارة. من أحسن ما جاوبكش. سامحني. سامحني. فاجينا إحنا. ما يزيدش حقوقنا مهضومة. واليوم وضع شك زاد. ربي اش تحبوا عندي انا؟ عارفكم مسؤول عليكم. لو كان مدير قدامكم تفاهموا معاه، كنت تشوف عنده الحق. ما يقعدش حد يحملوني الا ما تنزلوا الشرطه. ما انا قلت لي ما عندكش شخص محدد تشك فيه. فشكون باش نشك سيدي مفتش؟ كانك من سي عبد الجليل نعرفوا ثقه، وكانك من سي راضي ايوب زاد كيف كيف راجل بعقل. ما فماش فيشكون نشك. سي البغدادي هذا اللي يقول عليه مغروم بالتجاره. والكاتبة بتاعت اللي كلمتها قبيلة تشقق بالبكان. على كل حال التحقيق راهو مشيش من الناس كل، من المدير حتى العساس. اسمع سيد المفتش، اللي تراوه صالح اعملوه. انا عمري ما كنت نتوقع جملة اللي مخطوطات دار الحداد تتهز من دار المعالي بالذات. ثروة انسانية كبيرة، تراث نادر مشي هكاك. تجيب حداك؟ لو انا نجيب حداك. علاش تعرف في روحك؟ ما كرتحت من وجهي توا ثلاثة ولا أربع جمعات، وأنت من سيمينار لسيمينار. خرجت لبرا ورجعت. بردتش لتوا؟ شد عبد العظيم، اقرا هذه. تفضلك. شبه من جد؟ شتقصد؟
واه فاش قام من فضلك اللي قريته ذاك هو المقصود. الاستقالة نتاعك هذه هاوش نعملها. ارزن شوية يا عبد العظيم، كأنك وليد مدلل غضب على لعبة. غدوة نتعدى البيرو دوردر نحط لك جواب آخر، ولا نبعثه لك مسوقر. بون، هذه الاستقالة من الخدمة، واللي بيني وبينك إيش نعمل فيه؟ تعرف سميحة، أنت قاعدة تلعب في لعبة خطيرة. أنا ركزت حياتي كلها عليك. وانا الواش علي المسؤولية كلها على كتافي وخاي. أنا كنت مجرد ضابط عادي بافي وقيت. كيف اللعاب الآخرين اللي عامل منهم كوليكسيون؟ إذا ثم عاد دخل بيني وبينك، ما تقوليش لا. تقلبت عليا فرد قلبة من غير حتى سبب. العلاقة الثلاثية بيني وبينك وبين مرتك أنا نرفضها. ومستحيل ما زلت أدخل تحتها. سميحة أنت تخلف. تعرف اللي أنا تفكيري ومجهوداتي كل موجهة باش نكون حاجة مستقلة على بديعة. نطلقها وناخذك. أنت أهم حاجة في حياتي. الكلام هذا شبعت منه وما عادش يتعدى عليا. صحيحة أنا نحبك ومانيش نبدلك. وأنا ما نحبكش ولا نرجع لحد آخر يفرهد لك بالك. أو كان عندك أسماء اللي رجعتها بحذاك. هذه تنبيرة من بغدادي. أسماء رجعتها مفطر. خانة ذريحة قالت مسحورة. ندي تولي هي لما عاش تجيني توا الشهرة مريتهاش يا اخي باش تقعد هي بيا بنت الناس حتى نموت له من لحمي له من دمي قديش هزتني قوي ساعتها وقت اللي انتوما اولادي ما لقيتكمش انا قاعده وحدك توا عندي مراه تجيني كل يوم تقعد بحذاك ساعتين بالكري ولا البنية دليل بنت الجيراني قوي ساعدها وكنت تشربني دواء قبل ما نرقد. أني قريب نجي بحديك شهر ولا شهرين. إيش عندي فيك؟ كان جيت كان قعدت. أنا توا استنست بالقعد وحدي. الجمعة الأخرى مشيت للمحامي باش نقدم قضية في الطلاق. على كيفك ربي يقضي الحوايج ان شاء الله تلقى راجل خير من بشير بعدين البشير ولا يعملك العار فار حبس الله يسامحك يا وسيله البشير باش نطلق مش على خاطره فار حبس مال علاش شنو هو الكره اللي تصب عليك حتى فديت وطرت بلا جوانح نحب تقول لي علاش صار لي صار بيناتكم ما نقولكش خير رجعت للطلعيب متاعك يا رابعة منين مش نشدك علاش علاش أمي متك تخبي علي علاش نخاف عليك ومانيش مش نقولك حاجة صعيبة ياسر ومرة أنا بلعت هوني مزلت حية أما أنتي ما تعديهاش هيا ندراوينك يا بشير اشكون مش جيب لي نبيك اخر مره شفته في تونس جاي تهدد عليا في وسط الناس عندي شهر ما ليتش خيالو هيا ندراوينك ميت ولا حي يا بشير بربي يا وسيم صفي قلبك عليا يزيني اللي انا فيه الليلة باش نبات حداك بجهرب بلا تمرر هالي اين المررت في عيشتك يا رابعة؟ عليها اش عملت لك يا بنيتي عليها؟ نحبك تبكي لا نحبك تجبد لي عليها بشير ولا على هالة قل اش طيبت اليوم؟ جعت براك المرأة في الكوجينة تدخل لك
لا ما ندريش وعلى جابوني. حتى المخطو بتاعت هذا من نفهمهم ولا عمري شبحت. نعيني كان على الوراق اللي في الدبو وإلا نجيب ونرد لبغداد. سيحن جيب فسر ليهم خليني نروح. أوك أبوز قدامك فسر لوحدك خليني لاهي في عمي. ماما هدر أولا هي قداش الخبزة بنا 20 سنة على الساس ليل ما تهزت لي حتى قشة من دار المعالي. إذا ظهر ما سرق علي سرق في النهار. يا سي عبد الجليل يا خويا قول فينا كلمة خير اللي يعطونا معايا. أنا سي خميس أنا بيتي يقول بيتوني هوني حشاك. إذا ثم كلمة خير نقولها في روحي. نعرف ما تعطي حد شيء لوجه الله. حتى كان يطلب تسقى ولا قرض على الشهرية تعرض له عند المعلم الله يسامحك. وأنا نعرف القرماش يمكن تلغميشك هوني يتكلف لك غالي. راه اما شوف العباد لكن هذه تمسكن الخدامه شويه جايفوه من فعل وتو يسمع فيا في الكلام. جايفوني انت فلوس الشركه في كرش قديش الحاجه الله يرحمه سبق لك شيء رجعته وشيء ما رجعتوش. ما هو شنو سيد المولي يا خويا بربي دخل هذا الحبس ولا دخلني انا شوي سكيت من ضيق. دازي شنو احوال سويقتك اليوم يا بنتي؟ ميرسي بابا على بيت. شو تمشتر في جاتو حلو حاجه هكا نعديو بها سهريه يا وخيتي يتبسم وينشد ويوشحل وهو طلب حاجه حلوه. النهار سعيد النهار المبروك شنو يتوتى عليك؟ شبيك بديع ما تحبنيش نتبسم وناكل حلو في داري نحمد ربي ونشكر بنتي لاباس مرتي بحذايا شنو قسم يا لندراش ثم والله لما نجيبه لك انا طرف الجاتو و راك ضيفنا الليله. ما تقوليش وين المصحف اللي هداهولك البغدادي؟ كان ترى يحب لي بابا جيبولي البغدادي باش نخرجوا في زهيدي سي جونتي. شهلة ليش تصير؟ في شوية واش؟ شهلة مان جيب لك الختمة اللي فوق الطابل الدنيا متاعي بربي باش تقومي تقري تو لا قراية. ها يا سيدي هاو الجاتو يعطيك الصحة. دازي ماي ما تيق شوية جاتو. ميرسي ماما ما عادش نحب ناكل حلو فيه. يا ليل على بنيتي محليها قديش ولتنا عاقلة. هيا شنو ماما ما كانش طول هجرانية. اقعد اقعد ما تهيش هاني سكت. هيك بابا الخدمة ريت محلاها. بديعة الكتاب هذا ما يقعدش في الدار هذه. كوا سمعتوا ماما يغضل فيا. اوه عبد العظيم بجدك ولا تفادلك هيك كلام ربي راهو كيفاش ما يقعدش في الدار؟ افهمني احنا ما عندناش مصحف اما هذا مسروق متاع الناس. و يا غلبة مسروق. اسمع عبد العظيم نعرفك البغدادي ولا تمطيقوش ابا بشتهم الراجل حرام عليك راهو. خليني نكمل لك. الشركة متاع قيس اللي يخدم فيها البغدادي تسرقوا منها نود كتب كيف هذا دي مانيسكري يقولوا له معناها مكتوبين باليد. قولي هذا واحد منهم. وسمعت ان البغدادي مشى اليوم للمركز يبحث. اوه يا غبين تو. الكتاب هذا ما يلزمش يقعد في داري ما كانش نتبيلكم. دي شنو بابا الحاجه اللي نحبها انا تنحيها لي يلدز سكتهم. Thank you.
اش باش نقول لمرتضى كي باش يقوم غدوه يقول لي وينو بابا؟ نقول له ببيت في الحبس. يا شميت تلعب فيا يا زيامي، مش نعمل في عقلي راني. بابا يصير له هكا؟ وزهير عندك بيد داس الباب ودخل، اش باش نقول زهير؟ زهير هذاك تا ندخل ديريكت تطيح وغم على راسه. زيدي على همي انت، اش تظن زهير يكره بوها؟ ما يكروش، ما قداش عذبوا في جرته. مسكين بابا تعب ياسر. يا رب اش باش نعمل؟ قولولي اش باش نعمل؟ اسمع امي، خوك عبد العظيم يعرف برشا ناس، كلمه. ايه خويا عبد العظيم حتى انتوما زادا. سي البغدادي، البارح كيف جيتنا هوني قلت لي ما عندكش علم اصلا بالمخطوطات اللي في خزين سي قيس، وانا شخصيا صدقتك. كيف انت صدقتني جزاك الله خير، مال علاش استدعيتني من جديد؟ علاش استدعيتك؟ على خاطر هذا عجب، والله عجب، والله عجب. شنو العجب سي البغدادي؟ هذا مصحف مخطوط من مجموعة سي قيس الحداد، وانا علمت اللي كان في حوزتك وهديته. سيدي ضابط ثم سوء تفاهم. ملتها يا عبد العظيم. شنو اللي تقول سي البغدادي؟ سمعني، مخطوط هذاك عطاهولك عبد العظيم الدرويش. المخطوط هذا كان بحوزتك ولا لا؟ نعم نعم. ياك هو ماله، انا مضطر باش نوقفك. لا 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 لا، علاش باش توقفني؟ انا مازلت ما وضحتلكش المساله بارك الله فيك. يا سيدي المخطوط هذاك واحد اخر كيفه مازال عندي في الدار، واعطتهم لي نجيبه كتبت سي قيس. هكا لوجه الله؟ مش بالضبط لوجه الله، انا زاد ساعات نبيع لها تبيب زيت عطر لوكس ولا شويه صوف مستورد. على فكره عندها خدمه في التريكو حاجه ممتازه، نديلها وحقق معاها تو تشوف كيفاش يسطع نور الحق. عادش نتعامل مع السكرتيرات، بيعها مقطعة. هكا النجيبة، هكا الأريحية، هكا المودة. سكت سي بغدادي، ما عطيتكش الكلمة. تفضل يا نجيبة. يلا نجيبة. نعم. سي البغدادي يقول اللي المخطوط هذا ومخطوط آخر انت اللي اعطيتهم له على سبيل التبادل، صحيح ولا لا؟ لا مش صحيح. كيفاش مش صحيح يا سيدي الضابط؟ المراه هذه تزور في الحقائق. ما زورت حتى شيء، السيد هذا يحب يغرقني. بعمري في حياتي ما مديت له حاجه. تي متعش نعطي متاع الناس. قديش قلمات شفه وصوفه هديتهم لك يا متخلفه؟ اسكت. كيفاش نسكت وانا تعلقت بيا جريمة ما اقترفتهاش؟ يلزم تثبت اللي ما اقترفتهاش، وهذا ما قدرتش تعمله، وعلي انت موقوف. الكفتيج والشمانيك ما عاش بك الكسرة. شنو ما الكفتيج والشمانيك؟ واش؟ أخا ما قريتش في المكتب؟ وقيل حط الكتاب مع فستاج. الكفتيج جمع كفتاج. والشمانيك جمع شمنك. يا رجل مرمزك. ولا بالحق تهم. أنا لاحظت اللي مصورك نقص والناس ما عاش تاكل عندك كي قبل. كيما لو قاعدوا يجوا؟ كانوا الشمارات. كي رؤوف والدكتور اللي حاوم كرطاب لو يساس في الكاسكروتات ويقرأ لك في الجرايد هني. أخي ولد ثقافة ناري تقلب مشروع أخر وتسيب عليك من الحمص. هاني نا من اللي بطلت خدمة الفول الحمد لله وليت لبسن عليا. أسكر
اسكت الله يهلك، فرزت لي مخي. لبلب يقال ديما سبت للطعام وديما لاموذة. على غالب توا كريس شلت تعدي. يو حتى انت الدنيا سيفيني اتبدلت، الناس ولت معلقه قصاع فوق حواشهم من الاتصال. واحد ياكل بيتزا في امريكا يشوفوه الناس في تلابت. بالله اش قاعد تخرب؟ اش قاعد تخرب؟ كل الشعب عندي ناري تعمل ماكينة دجاج مصر وكوشة بيتزا وكاسكروتات جمبون دي داند وسلامي. لا لا يا اخوي ما نعملش. استنى عاد برا سيدي، اتحب داني لبلابي داني لبلابي. لم كنتي حطهم في الصحيفات البهيم الباهين مش في الصحافة الصفر المشلومين بتاعك. لا يا بابا ما يساعدنيش. بربي قل لي انت شنو ربحك في الحكاية؟ ايماني نحب نشاركك. كيفاش؟ ندخل معاك روك نابع فلوسي وانت بصحة البدن. انت طيب وتغسل لما عين وانا نشد الكاس. نقول لك يا سيب وترع اللي انا ما نتشاركش مع البغبش. حتى انت ثانا تقول لي بغبش؟ واش تدخل الشرك؟ نطلعش بغبش من جد. السلام عليكم. وعليكم السلام. قيوة يا التهامي وخليني نعمل جبدة معاك. القهوة تاخذ اما الجبدة لا. كلاني جيب له قهوة. كلاني تبيع سكري عايش. بربي ايش عندك ما تحكي مع بوترعة؟ بوترعة سيدك وما يخدمش مرته تحجر قدام رجاجين. حمدة يا شام خلي الدنيا بايتة وانتم فين تتقابلوا تبدأوا تتناقروا. انا نتناقر مع واحد قشر كي بوترعة خالتي اخوك. توهب ما سمعتش؟ نرب ما سمعنا عن الخير. ما هو الراضي ايوب صاحبك طلع سارق. شو الراضي سارق؟ باي الراضي السارق يا عافن ما زلت عودها هذه ورحمة الطبي لما تكبها على راسك. تراه كبها خليني نكب لك سعدك. تتفسخ عليا سي عبد الجليل، ليزي تسرق وليزي تزيد تدز عليا الطري. اسمع اقول لك من هنا لقدام حتى حد ما يتكلم قدامي وحتى حد ما يناقضني. وانت سي عبد الجليل فقت اللي انت خطك خايب ياسر وزيد الوراق بتاع الدفتر مبقعين ومشورقين، وهذا دليل اللي انت قاعد تاكل في وسط الخدمه. سي قيس راجل لحيت لها برشا. شنو هو خطي وناكل زمارة؟ هذا كوي اللي واقف معاك ومحافظك على سارك باش ما يطلع حتى حد على برامجك. زيدك حاجه اخرى، موقفك المايع والغامض من سي الراضي الموقوف في قضيه المقطوطات تدل على قله انسانيه. راجل نظيف وفاضل يتبهدل عيب عليك. انا ما تهمتوش سي الراضي ايوب نتاعك، ما تهمتوش لكن ما دفعتش عليه. عشير بوك خسارتك. اسمع اقول لك سي عبد الجليل نبه عليك، انت تخدم على روحك وتلهاك انت بنفسك. فهمت؟ ماني كنا تكهمك واجهك وحساباتك قدامك مضبوطه. وانا باش نخرج نعمل صحفه شمنكه على نخب سي الراضي الله يذكره بالخير. سي عبد الجليل انا نمنعك تخرج من البيرو. الو وي سي عبد العظيم بحذي به. الله يبارك سي قيس. اتفضل سي عبد العظيم. السلام عليكم. هذه مفاجأة هذه. تفضل. يتفضل عندك كل خير. ريتك الريق. لما هذا بغدادي كيف خويا الله يهديه ما نخليش المسروق في محلي.
هذا راهو مسح الناس اللي عاد تخاف لا من الحاكم ولا من المولى سبحانه وتعالى. قول لك الحق، فزت على قلبي، قلت نسلم تاع الناس للشرطه، رتح ضميري من بعد شبهات علي. هو البغدادي الغالب عليه وعليه. لا، واللي ادهى وامر حب يوحلها في راس نجيبه المسكينه، قال شنو هديته له ما يعرفش اللي هو نتاعو. الغريبه هي حكايه الراضي سيبي، يعجبكش؟ ما عادش فما امان في الدنيا. وقتاش نتخلص من هالدركه؟ شنو سي قيس؟ قدمت شويه في مشروعك السياحي. ربي خلي عزاها سكاتي سي عبد العظيم. منين تقدم؟ ياك تشوف المصايب هابت عليا في جرت بعضها، وما لقيتش حتى صوم به باش نبيع به هالمخليه. ربي سهل. اسمع سي قيس، سمعت اللي انت ناوي تبيع بعض العقارات التابعه لدار المعالي، واللي ثم شكون عرض عليك سوم انت ما عجبكش. منين عرفت؟ مش مهم على كل حال، ونعرف زادة السوم اللي عرضوا عليك، وانا مستعد. اما بربي تقعد المساله بيني وبينك، مستعد نزيدك فوق السوم هذاك الثلث نتاعو ونشري. مرحبا بك يا سي عبد العظيم. اما نحب نقول لك حاجه، انا راه مانيش عارض عقارات المطبعه والمخازن برك، انا نحب نبيع الكل، المطبعه والمخازن والمقر اللي احنا فيه شقف وسلعه. اي توا شنو نعمل انا بدار مشهد؟ ماهوش الميدان نتاعي. شريها يا خويا، انت شريها وصفي، امشي اعطي للخدامه التعويضات نتاعهم وشويه تجون للبنوك وتطلع رابح. انا مقتنع بقيمه العقارات. صعيب، صعيب علي يا سي قيس. وين السيد الضابط؟ نحب نعرف باش يربطوني ولا باش يسيبوني؟ في عقلك تو يجي يقول لك. كنتش تتصور يا سي راضي اللي انا وياه باش نوقفوا هالموقف. قداش حلمت يا سي راضي بالانسانيه الفاضله، قداش لمتني على الجري وراه وسخ دار الدنيا، قداش كنت حنين وشفوق على المجتمع. يا اخي المجتمع بارك الله فيه جزاك على احساساتك وحشاك في مفرده. اسكت يا بغدادي، خليني نقاسي مكتب لي. الله يغيظني حالك، انا الدنيا هذه فهمتها من حاله الصغر، الدنيا قاسيه ومره وما تسمحش، لسعتني اكثر من مره، ولات عندي مناعه وقاري حسابي اللي كيما بنادم نجم يتكسر ولا يبرد بقريب ينجم زاد يدخل الحبس. والله انا خايف عليك من هالصدمه تمسلك عقلك لا سمح الله. يا سي ما تنجمش تسكت توا. عبد العظيم لقى فيا نهار اول فرصه سنحت له الكليب برجله في جنبي. الدنيا كيك يا سي راضي تسكي زينه، انت راجل الفكر والمثقف الانساني وانا لافيريست مو بزنس، ما تهميني بنفس التهمه. فهمني اذا وين فضل الثقافه على البزنس، وعلاش سيادتك رفضت باش ننال شرف مصاهرتك؟ هيك الطفلة قدامك كان سايبوك بركة بزدق. لا فضة فوق ثم لا فضة فوق، أما نحبها وافية صافية من قلبك. سي راضي أيوب تنجم تروح لدارك، سامحنا في شخاك. سيدي ضابط سي راضي أيوب إنسان مثالي وربي نور حقه، وأنا روح لداري. لا لا يا سي بغداد، أنت التحقيق مازال معك ما فاش.
شنو حمل زينب؟ تجدع لحويلها؟ علي مشيت لهيش؟ تو نعمل لها تليفون. هكا هو تليفون. هذه اختك شقيقتك ما لقاتش فيك الخير. الاخرى توري وجهك. المراه خرجت من عقلها على راجلها. حق الحق هذه قالت لهم اسكتوا. بربي بربي فك عليا من صايح والدروس بتاعك، خليني بيني وبين اختي. الحمد لله يلزم ما طلعت لكش. هيك قعدت غادي باش تنفد بالبكاء وهي في رقبه زينب. هكا حد هكا حدها. ربي يسترها بنيتي ويعطيها على قد قليبها. أما الحمد لله الراجل مسيكن طلع مظلوم. هكا خرجوه وروح لوليداتو. وقت سيبوه؟ علاش تنشد عاد؟ الراضي أيوب ماك تكره ولو كان تلقى تبخر بريحته. برا نكره؟ أنا تمنعوا الحبسة؟ ما بلغوش؟ عدنا مرتك ونعرفك. هنهارين زيهي ورينا زروسك اللي من وين مريناهمش. وين نقول منين الراجل صبت عليها اللطافة والمنطق الحلو؟ شو بدا؟ معناها أنا فرحان وشامت فيه سير راضي أيوب متاعكم يردني الشيطان الرجيم. أي أيزي مصيح رجعت الزنزانة. بدي عليش هك عليش هك عليش هك تظلم فيا راو. تحب نقوم ننوح باش نظهر لك اللي أنا متأثر. أنا مسخفتني زينب وولادها. هذيك أختي وما سلمش فيها. سمعت حتى الدار اللي هما فيها يزم يشريوها ما كانش يخرجوا. خممت نعاونها بحويجه وقلت نجبد لك الموضوع ونتشاور. فماش نسق لها سوم البرتمان. انا راه ماذاماش كيما قلب. اما شوف 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 الدغن اللي في قلب الراضي ايوب. اعمل لي مستحيل ولدي ياخذ بنت واحد وابس كيفك. مالا تعاون نشوف. انا نعرف واش نقهر الراضي ايوب. على كل حال مش قلت ما خذ الطفلة مش هكا حلينها تتهدد وكشاكشك طالعة. خليني أنا وزينب نتصرفوا. شنو؟ وتوا يزيني من الهدرة راسي وجعتهولي. أيوة هذه لكن عزاي منصور. أي كان طال الليلة. وهذه هذه للمشد. وهذه اللطيف. وشكون الاخر؟ اي وهذه الالفه. وهذه الدليله. وهذه للزهره. زهره نمري نعطاها الزهره ولا زهره كل مره كانت لها برا يا هام. انا حتى انت بس بتكلمك انا يا اسمع الليل الناس الكل يبنوا كروشهم بالجازوز. وراوي ايش اخويا يشرب الكازوز مع تخوك بوترعة؟ انا نخدم بالليل ما عزم عليا بكري. ها ودي هاك هاك هز وادفع عليا تفضل بعد. باهي هاي خلي نمشي. بالشفاء بوترعة جيني كازوز اخرى مان. جاية اسمعني انت والنمري واخروا عليا عيلتين. شربتوا لي نص الصندوق. لازم زبال انتحار. قانون تجاري سلام شوي. أضب هالجازوز على قلبك واحسب راحك نجحت. إن شاء الله في الخير. تتكلموا قولوا لي شنو المناسب. قول سيداتي سادتي الصمتوا لتو بمناسبة باي الراضي خرجوه من الحبس اليوم. المشروبات الكل على حساب بوترعة اللي بتدفلكم. هاي مبروك الحمد لله عليك. خلنا نطلع مهمين. بوترعة برد؟ لا برد لا سخن سكرت. نجم حشتي بيك نجم كل كلمتينا. عندي خبر يهرب الموتى من القبر.
شركة صايد تنحر وأتى يجري أهرب من الشركة. علي علي شكون؟ شكون؟ هيا هيا شكون؟ وهنا مجدة؟ مجدة فيت حكا؟ شبك مغشش؟ ما حديتش بالقدير الامتحانة؟ باقي تصوتي في فتحي وشنين أنتي؟ جاي معمرة؟ جاي معمرة عليا؟ وشكون قالك اللي أنا صوت فيهم؟ الزمان خلاهم باش واحدة كيف كنتي تذلهم. هي شكينا عليه لو كان ربيتهم؟ تحبهم يقعدوا مقرالة في زرع الله؟ يا مرة ما كنت خوك ودمك وبيك ما كانش فيك الخير، مش هدوم فيك اخواتي.